في الغربال يعني. ماشي ماشي. اللي جوزها يقول لها يا عورة. الناس. الناس ايه بقى؟ ها؟ لا مش عارف. الناس ايه يعملوا بيها ايه كده؟ يلعبوا بيها في الكورة. يلعبوا بيها في الكورة. يلعبوا بيها في الكورة. طب جت الحزينة تفرح. ما لقيتلهاش مطرح. والنبي شاطر. طيب مراية الحب. عمي. برافو. ضرب الحبيب. زي أكل الزبيب. يا واخد القرد على ماله. يروح المال ويفضل القرد على حاله. معروفة. يروح المال ويفضل القرد على حاله. طيب لا يرحم ولا يسيب. ولا يسيبنا ايه؟ ده دي بنقولها على طول، دي في ناس كتير كده. طيب اهي ليلة وفراقها. اهي ليلة وفراقها. اهي ليلة وفراقها ايه بقى؟ لا مش عارف دي بقى ليه. الصبح. الصبح. هو ده مثلا؟ ايوه. الحزن يعلم. الحزن يعلم ايه الشطار؟ ولا ايه؟ الحزن بيعلم ايه يا جماعة والله؟ مش عارف. الحزن بيعلم البكا. طب والفرح بيعلم ايه؟ دي حكم ولا امثال؟ لا والله العظيم دي امثال. والله. طيب. طلع فنانة يعني مالوش غير في الأمثال الإيه؟ الخفيفة خفيفة. يعني عرف يا واخد القرد على ماله. الحاجات دي أنا يعني عايزين حاجات من. طيب ما احنا قلنا أهو الفرح يعلم. إيه الفرح يعلم الزغاريط؟ أيوه إيه زغرطت له، زغرطت له عشان يعرف إن الفرح يعلم الزغاريط. بس شاطر. والله عارف يعني شوية يعني. شوية. عارف شوية. طيب عايزين بقى نقول للناس اللي ما تعرفش إن حسن عيد اتجوز متأخر، خدت خطوة الجواز متأخر. أيوة. صح؟ مظبوط؟ طب. طيب ليه خدت خطوة الجواز متأخر؟ الناس عايزة تعرف برضه. بصي أنا كان يعني أنت بقاله سنة بس متجوز. بقالي سنة. ليه بقى؟ سيبك من اللي بيقول لك الفن والفن ده بياخد وقتي والكلام ده، مفيش. أمال إيه؟ أنت كنت خايف من خطوة الجواز؟ لا مش خايف، أنا من نوعية الناس اللي لما باخد خطوة ما بعرفش إن هي يعني مش عايز، ما بحبش الانفصال. أوكي. أخطب يبقى أخطب. عايز تختار صح. أختار صح عشان وقت يعني. عشان لما أخطب يبقى هي أول خطوبة. اتجوزت جزائرية؟ لا تونسية. 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 طب وما خفتش من يعني اختلاف الكالتشرز يعني الثقافات؟ لا خالص. واللهجة واللغة عم بتعمل ايه في موضوع اللهجة ده؟ بتفهمهم؟ بفهمه جدا. بتفهمها. جدا بس عندي مشكلة في الفرنساوي. اوه. هي دي المشكلة الوحيدة اللي انا هي بقى كتير ها؟ لكن اللهجة نفسها خلاص اتعودت عليها اتعودت عليها وتمام. انت حبيتها بقى عشان كده اخترتها. جدا جدا. بيحبك يا ستي. يعني بيحبك يا ستي. يعني في تفاهم واحنا الاثنين برج الثور. ففي تفاهم. طب هل الاثنين نفس البرج ده الموضوع بيبقى لطيف؟ الموضوع في تفاهم جدا او ممكن بتبقى حسب التربيه وحسب الثقافه وحسب التفكير برضو. نستنى بيبي قريب بقى صح؟ يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ونورتني في صباح البلد الفنان الجميل حسن عيد، وربنا يوفقك يا رب في حياتك المهنيه وحياتك الشخصيه وتكسر الدنيا دايما ودايما تمتعنا باعمالك يا رب. حسن عيد بشكرك جدا، شكرا جزيلا. كان معانا الفنان الجميل حسن عيد. وفاصل صغير نرجع نكمل باقي فقرات.